مشاهدينا، ولفتح ملف إغلاق المصانع والمعامل في العراق أسبابه وتداعياته، ينضم إلينا عبر الهاتف من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سنا عبد القادر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. آلاف المصانع في العراق أغلقت أبوابها خلال السنوات الأخيرة، كيف نجمل الأسباب لهذه الظاهرة المستمرة؟ نعم، لو ناخذ طبعا مقدار الأموال التي صرفت من قبل الحكومة العراقية لتأهيل المصانع العراقية كانت بحدود 100 مليار دولار أمريكي. المشكلة أنه علينا أن نقوم بتحديث الآلات والمكان في المصانع العراقية. هناك مشاكل متعددة، هذه المشاكل تقادم المكائن والآلات. مشكلة أخرى مشكلة استئجار الأراضي للمعامل التي تقام عليها هذه المصانع، مشكلة الاستثمار الخارجي، يخاف الاستثمار بسبب الوضع الأمني بالعراق. مشكلة أخرى مسألة الأمن والاستقرار والمواد الأولية والكهرباء والوقود وكذلك الماء. مشكلة كذلك البنى التحتية بالعراق. على مستوى جدا منخفض من الكفاءة وسوء استخدامها. أنا الآن أستعين ب حوار مع وزير الصناعة سابقا واللي هو الآن محمد الشياع السوداني رئيس وزراء. الحوار كان في 26 كانون الثاني 2017. قال بالحرف الواحد: الصناعة العراقية تتعرض إلى مؤامرة خارجية وداخلية يشترك فيها سياسيين وتجار وإعلاميين لتدميرها، وهي قادرة على تلبية 50% من احتياجات المواطن العراقي والسوق المحلي. طيب دكتور، هنا أنا الآن يعني أمام هذه المقولة. يعني أسأل أستاذ محمد الشياع السوداني، متى تقوم بالالتفات إلى الصناعة العراقية؟ والسؤال هنا، ما هو دور وزارة الصناعة في وقتها وحاليا، وما هو دور الحكومة في رفض هذه المصانع بمكائن جديدة وبتطوير هذه المصانع؟ يعني كان عندنا معمل تعليب كربلاء، كان عندنا معامل ومصانع للألبان، تحويل المنتجات الزراعية إلى مربيات ومنتجات تستفيد من المنتجات الزراعية في العراق. لماذا كل هذا مختفي اليوم وهي لا تشكل يعني لا تحتاج مكان للصناعة النووية؟ أرجع وأقول أن استثمار أو الأموال التي ممكن كان مفروض أن تستثمر في موازنة 2021 كانت بنسبة جدا قليلة، حتى أقل من 1%، يعني 0.9 من مجموع الأموال التي صرفت على الموازنة. دكتور، لذلك طبعا كثير من المصانع تحتاج إلى تأهيل، شايف كيف؟ وتحتاج إلى إعادة بناء، وكل هاي المشاكل كذلك المواد الأولية الخام تلعب دورها. انتخذ الآن كذلك بسبب شحة المياه والظروف المناخية الرديئة جدا، أين هو إنتاج التمر؟ أين هو الدبس العراقي؟ نعم بس كيف؟ إذن عندنا مشاكل كذلك أخرى تتعلق ليس فقط بالمصانع. قد يكون مثلا المصنع ممكن أنه يستخدم في الوقت الحاضر، فضل أنت جبت مثال مصنع التعليم في كربلاء. هذا طبعا المصنع قديم منذ سبعينيات القرن الماضي، وكان ينتج يعني منتجات جيدة. لكن هل بقيت المكان والآلات على نفس المستوى بحدود 50 سنة؟ أعتقد المفروض أن تجدد. طيب دكتور، ميزانية العراق في كل سنة 150 مليار دولار، وهناك جزء من هذه المبالغ يخصص إلى وزارة الصناعة، لماذا لا يتم تخصيص جزء من هذه المبالغ إلى المصانع حتى يتم إعادة تأهيلها مرة أخرى وتعود للإنتاج؟
نرجع مرة ثانية بسبب الفساد والمحاصصة الطائفية والاستيراد وعدم وجود الحماية الجمركية للمنتجات الصناعية في العراق. نعم. هذه مسألة مهمة جدا يجب أن ننتبه لها. نعم. الاستيراد من دول الجوار. مشاكل كذلك الحدود. هذه كلها طبعا تؤثر على الصناعة العراقية ومعلش طبعا الحكومة العراقية لم تعطي اهتماما كبيرا بهذه المشكلة. نعم تفضل. نعم، ما أثر إغلاق آلاف المصانع على الاقتصاد العراقي من جهة، وعلى العامل الذي فقد وظيفته في هذه المصانع إلى أين يتوجه وهو فقد وظيفته في هذه الأماكن؟ سؤال مهم جدا، والجواب عليه أنه هذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة بين العاملين والقادرين على العمل. نعم. والآن يقدر بحدود 40% من أجل العامل العاطل. هذا يؤدي كذلك إلى ارتفاع الأسعار ويؤدي كذلك إلى حدوث المشاكل الاجتماعية والاقتصادية داخل البلد. أن إغلاق أي مصنع سوف يقوم بتسريح أعداد هائلة من العمال. ولا ننسى نحن الآن المشكلة موجودة، مشكلة خصخصة مصانع القطاع العام. هذه مشكلة يجب أن ننتبه لها. لقد تم بيع أو يريدون أن يبيعوا كذلك. نعم. مصانع القطاع العام بأسعار بخسة لجينا نشتريها القطاع الخاص ثم يقوم بتأهيلها واستثمارها مرة أخرى. ألا يشكل هذا الشراء أو الخصخصة نوع من رفض المصانع العراقية حتى وإن كانت لشركات خاصة أن يرفض السوق ببضاعة عراقية أو منتجات عراقية، أم هناك خطورات أخرى ربما عليها؟ هذا ممكن طبعا اذا تم تشغيل الايدي العامله في هذه المصانع. صحيح. مثلا ناخذ مثال، عندنا اي مصنع عندما نقوم بخصخصته، طيب هل يقوم الرئيس مالي او المالك الجديد باستخدام نفس العدد من هذه الايدي العامله؟ نعم. او بتسريح قسم كبير من عندها؟ نعم. ان تسريح قسم كبير من هذه الايدي العامله سوف يؤدي الى حدوث بطالة، والبطالة تؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية داخل البلد. إذن علينا أن احنا نقوم بمسألة تخطيط الخصخصة، هل هي صحيحة أو لا؟ نرجع مرة ثانية، لو عندنا تخطيط علمي صحيح باستخدام الموارد البشرية في الاقتصاد العراقي لكنا نعيش في بحبوحة، لكن مع الأسف لا يوجد لدينا تخطيط كامل. وهذه الخطط الاقتصادية وهذه الورقة البيضاء شايف كيف، ومشاريع أخرى اقتصادية وهذه المجرى وبرامج لم تنفذ لحد الآن. أنا دائما أقول أين هي نتائج الخطة الاقتصادية لسنوات 2018-2022؟ نحن الآن في نهاية 2022. لماذا خرجت الورقة البيضاء؟ ولماذا خرج قانون الميزانية الجديد والآخري وهذه المجرى؟ يعني إذن عندنا تخبط في التخطيط الاقتصادي في البلد في كافة قطاعات اقتصاد الوطن العراقي وليس فقط الصناعة. نعم. وهي مشكلة من مشاكل كثيرة تعاني أو يعاني منها العراق. من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر، شكرا جزيلا لك.